زي ما شفنا الهلال يستحوذ على الكره في وسط الملعب ويتحكم في ريتم المباراه. النصر انتشار في الملعب كان افضل، لكن الهلال استغل المساحات، استغل ضعف من دفاع النصر في الكرات العرضيه. الهلال ممكن شوط لو كان ينتهي 3-4 اهداف، لكن طبعا الشوط الثاني باقي 45 دقيقه. ان شاء الله الهلال يكون يركز اكثر ويكون متمركز بشكل جيد في وسط الملعب، لان اليوم عطيف وكانه مكانه في المستوى المطلوب. سالم لازم يتحرك اكثر في الشوط الثاني، يعطي اكثر من خاصه من ناحيه اليسار، من ناحيه دفاعيه، من ناحيه هجوميه. هو كاريلو عليه عبء كبير، وان شاء الله الفريق يكمل على نفس التركيز. كابتن، القوه الفنيه والمستوى الفني اللي وصل للديربي خلال هذه السنه، كيف تشوفها يا كابتن؟ والله شوف، طبعا ممكن المستوى مميز، وطبعا الهلال خاصه أنا متصدر الترتيب. النصر ممكن تعثر في اخر مبارتين ثلاث مباريات بين البطوله العربيه والدوري، لكن الديربي يبقى ديربي. النصر عندهم عناصر قوه، تكلم على جوليان، تكلم على احمد موسى، تكلم على مرابط. خاصه أنا جوليان الشوط الاول كان اكثر لاعب نشط في وسط الملعب، لكن الهلال دائما الديربي دائما جاهز. اخر 7-8 ديربيات الهلال هو كان عند الكعبه عالي على النصر، ولهذا الهلال اليوم كمل معنا التركيز ومعنا وشخصية الهلال دائما تحضر في هذه المباراة الكبيرة. كابتن، اشتقت لهالاجواء؟ والله يا كابتن، لعبنا في الملز، احنا يا ريت الاجواء هذه، فهمت؟ إمات الملز والفصفص. اتكلم عن اجواء الديربي. اجواء الديربي، شوف، اجواء الديربي زمان افضل من الان جماهيريا. ليش؟ كانت في متعة، لان السوشيال ميديا ممكن قللت من الحماس المباراة وقيمة المباراة. احنا زمان تحس ان الناس تنتظر المباراة الديربي قبل بشهر تتكلم عليها. الملز كانت تكون معبي فل بصراحة، كاجواء كروية زمان افضل من الان. ايش المشكله الان اللي تشوفها بالنسبه للاجواء الرياضيه خصوصا في مباريات الديربي؟ والله لا، اشوف زي ما قلت لك ان السوشيال ميديا اثرت بشكل كبير. فقدت الديربي، فقد الحماس والمتعه حقت زمان. زمان كانت تحس الناس تنظر في الديربي سواء داخل الملعب وخارج الملعب. الان السوشيال ميديا اثرت بشكل كبير، لكن ديربي يبقى ديربي. طبعا هو الهلال والنصر مهما يكون مستوى الفريقين، ولا خاصه في سلم الترتيب، الديربي يبقى ديربي. خليني، بما ان حاضرين مباراه الهلال والنصر، مباراه الهلال والنصر ما راح ينساها طارق التايب، شارك فيها فيها. والله كل مباراه مع النصر لا، في مباراه اكيد فارقه. والله كل فارقه، انا بصراحه محظوظ مباراه النصر، فهمت؟ كانت كل مباراه حلوه بصراحه، سواء كانت في استاد ملك فهد او كانت في الملز، كانت مباراه ملاها ممتعه، وخاصه نصيب الاسد كان فيها من الفوز للنادي الهلال.